ضخامة رئيس الجمهورية. إن سكان مدينة واذيب وهم يستقبلونكم اليوم ليتطلعون إلى أن تولوا عناية خاصة لإصلاح قطاع الصيد بالنظر للأهمية القصوى التي يمثلها من حيث التشغيل والعائدات على الخزينة العامة للدولة ومن عمولات صعبة للبنك المركزي، كما يرجون من سيادتكم مراجعة وضعية بعض المؤسسات التي كانوا يعلقون عليها آمالا كبيرة.